صندوق المحافظة الأشد فقراً، شنو استفادت من المحافظة؟ شلون عملتوا بهذا الجانب؟ يوم أمس كانت زيارة للسيد رئيس صندوق الأشد فقراً في المحافظة، والتقى بالسيد المحافظ واجتمع مع الدوائر المعنية بهذا الموضوع، وخصص مبلغ أكثر من 150 مليار دينار عراقي لمحافظة الديوانية لإنشاء عدد من المشاريع، منها بنى تحتية ومدارس ومشاريع مي وغيرها من التفاصيل، كهرباء، تأهيل بعض المناطق. إن شاء الله يعني مع المشاريع اللي موجودة في محافظة الديوانية ستكون هناك بعد سنتين فارق مميز في البنى التحتية في المحافظة من إعداد المشاريع وتنفيذها. شنو أبرز المشاريع اللي راح تصير أو من خلال دراستكم أنه الديوانية اليوم تحتاجها وممكن تتنفذ من خلال هذا الصندوق؟ يعني إحنا عدا صندوق الأشد فقراً، قلت لك إحنا بوزارة الإسكان والعمارة حولت لنا مجسرين، مجسر العروبة ومجسر الأسكان، إضافة إلى 42 حي، إضافة إلى مشروع مجاري الغماس وعفك والحمزة على القرض الصيني، يعني أكثر من 250 مشروع تقريباً خلال هذه السنة والسنة القادمة سينفذ في الديوانية، سيعمل نقلة نوعية في البنى التحتية والخدمية في المحافظة. موضوع الأشد فقراً قلت لك أنه إحنا الكثير من المدارس اللي موجودة كرفانية، عندنا مدارس آلة للسقوط، عندنا مدارس طينية لله الحمد خلصنا من عدها بالقرض الصيني وبجهود الحكومة المركزية ومتابعة السيد المحافظ، فمضينا إحنا في تنفيذ بعض المشاريع اللي عندنا بعض القرى تحتاج إلى مشاريع مياه غيرها من الأمور اللي توصل مياه صالحة للشرب، بعض مناطق إحنا نوصلها ماء خام، فبالتالي هذا كلها ضمن مشاريع الأشد فقط.